واو، أنا في لعبة حاسوب. هذا رائع جداً. أوه، مرحباً. لنفعل هذا. انظروا، أمر مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ أوه، حقاً؟ تفقدوا هذا. لا تفكر في الأمر حتى. لقد تأخرت بالفعل. سيتطلب ثقب فقاعتي أكثر من ذلك. واو، كلا! طافح الكيل، أنت في ورطة الآن. آخر قطعة شوكولاتة معي، سأجعل ضربتي مؤثرة. كان ذلك دراميا قليلا. أجل، آسف. أوه. هل أنت مستعدة؟ يوهو! أوه واو، انظري إلى كل هذه الشوكولاتة اللذيذة. تبدو الكعكة لذيذة. لا يمكنني الانتظار، ستذوقها. أحب هذا البسكويت، ها أنا ذا. حسناً، ما مذاقها؟ ما، لا بأس بها. أوه، لدي فكرة، أنت تحتاج إلى كأس حليب. رائع، تناولي قطعة بسكويت. شكراً، لكن أولاً أنا أحتاج إلى فصل البسكويت. هكذا، ثم ألعق قطعة البسكويت. الآن يمكننا غمسها في اللبن. هذا مثالي. ما رأيك فيها؟ لذيذة، لقد فاتني الكثير. على ماذا حصلتي؟ كدت أنسى. عيلك، هذا ما أحتاج إليه بعد وجبة خفيفة. أحتاج للحفاظ على أنفاسي منعشة. أعطني منها، أعطني منها. كانت هذه فكرة سيئة. واو، إنهم يحبون العلكة جدا. لنجرب مجددا. أها، عيلك، ها نحن ذا. أنا شهيرة جدا. لا تمضغوا كل العلكة مرة واحدة. أعتني بأصدقائي جيدا. ها، العلبة فارغة، لم يتبقى أي لبان. هذا مخيب للأمل. أوه حسناً، ماذا سأفعل الآن؟ تناولي قطعة بسكويت أخرى. يا لك من رجل لطيف، شكراً. وقت الجولة التالية. مهلاً، سأبدأ أولاً. يمكنك البدء. شكراً. أوه أجل، هذا مذهل. مثلجات بالشوكولاتة. واو، إنها تفتقد إلى شيء ما. سبرينكلز بالشوكولاتة سيجعل المثلجات أفضل. انظروا إليها فحسب، يمكنني تناولها هكذا، لكني سأضعها على المثلجات. تبدو مذهلة، سأتذوقها. مهلا، ألم تحصلي على طبقك؟ بالطبع، أمل أن يكون شيئا لذيذا. ها، انظروا إلى هذا، بنكهة نيران. هل سيكون حاراً؟ أتساءل ما مذاقه. طريق واحد لمعرفة ذلك. حسناً، سأكون شجاعة. مذاقه ليس سيئاً. أسرعت في قولي، هذا حار جداً. واو، لكسي، هل أنت بخير؟ كلا، أحتاج إلى الماء أو مطفأة حرائق. دورا، إنها المفضلة لي. ماذا؟ ماذا حدث؟ أوه، فشار رائع. آسفة يا ليو. حسناً، كان ذلك غريباً. أوه، لدي المزيد من ذلك. إيه أمي، أعني أوه، هل انتهى الأمر؟ هذا ليس خطأي. لا يهم. مثلجاتي، لقد أصبحت حساء شوكولاتة. لا تقلق، فلدي شفاطة، يمكنني استخدامها. إنها مثل مخفوق حليب بالشوكولاتة. فيو، أنا أولاً. لم يحدث شيء. هذا ما نفعله. أنا ساذجة، لقد نجح الأمر. أوه، علكة فقاعات بالبطيخ، تبدو لذيذة. أتطلع إلى تجربتها، فأنا أحب البطيخ. ينبغي أن أحب هذه العلكة. إنها لذيذة. يسرني أنها عجبتك. سأنفخ بالون. واو، أوه هذا رائع، واصل النفخ. هذا عمل شاق. أشعر بالدوار، علي التماسك، لا أريد أن أفجرها الآن. لدي فكرة رائعة، أنا سأفرقعها. يا لكسي، ماذا؟ واو، كيف فعلت ذلك؟ هل أملك قوى خارقة؟ انظروا إلى هذا،
طبق مملوء بالشوكولاتة. حسناً، انتهى نظامي الغذائي الصحي، لكن الأمر يستحق هذا. أنا في نعيم من الشوكولاتة. المزيد، أريد المزيد، أعطوني إياها كلها. أوه، أنا حزين، هذان آخر قطعتين، لكني أحببت كل لحظة من أكلي لها. سأجرب شيئاً، هل يمكن عمل فقاعة من الشوكولاتة؟ يا إلهي، مقزز جداً، رائحة أنفاسي كريهة، سأتقيأ. أوبس، هل الوضع آمن؟ لن أفعل هذا مجدداً أبداً. ما زلت جائعاً. حسناً، لنحصل على بعض الطعام. يمكنني تقبل هذه. سعيد بحصولي على أي شوكولاتة. سأكل أولاً. انطلقي. سأستمتع بهذه العلكة، إنها لذيذة جداً. أتساءل لكم واحد سيتسع فمي. أحب التحديات. أداؤك جيد. وقت الفقاعات. ممتع جداً. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. إنه دورك. لوح شوكولاتة كبير لي وحدي، رائحتها رائعة، مثل ما يجدر بكل شوكولاتة جيدة. سأخذ قضمة. أجل، هذه شوكولاتة جيدة. يسرني أنك سعيد، هذا لطيف نوعا ما. لعلمك، هذا ممتع. عليك تنظيف أسنانك. ماذا؟ كلا، هذا محرج. تفضل، خذ هذه الخلة. آمل أن تنجح. كيف تبدو أسناني الآن؟ كلا، جرب هذه. فكرة رائعة، هل هذا أفضل؟ هذا سيء، نحتاج إلى فرشاة شديدة المتانة. انتظر مايلز، لا تفعل هذا. أريد الحصول على أسنان بيضاء فحسب. العلكة. ها؟ قد تؤدي هذه الغرض. هذا لطيف. كيف أبدو؟ واو، وكأن لديك ابتسامة هوليوود. أخيرا، سيفتخر بي طبيب أسناني. سأهزمك. فلتريني ما يمكنك فعله. إنني أفوز دائما. واو، هذه علكة كثيرة. كثيرة جدا فعلا. سأكلها كلها. انظروا إليها، إنها كالمعكرونة. ماذا تنتظر؟ صحيح. الأم معجون شوكولاتة؟ هل سينجب معجون شوكولاتة طفلا؟ افعل شيئا يا مايلز. حسنا، من الأفضل أن أغير ملابسي. أنا مستعد. مهلا، ستحتاج إلى هذه النظارة. شكرا لك أيتها الممرضة لكسي. ستحتاج إلى شيء واحد، هذا لأجل شعرك. يوجد طفل شوكولاتة علينا إنجابه. مشرط علكة. سأبدأ. يمكنني رؤية شيء ما. مبارك، إنه طفل معجون الشوكولاتة. علينا إبقاؤه دافئا. تفضل بطنية علكة. إنه لطيف جدا. جو 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 جو. يا له من يوم. هل أنتم سوا على مشاهدة المزيد؟ علكة فقاعات أم شوكولاتة؟ أيهما تفضلون؟ أخبرونا في التعليقات أدنى. تذكروا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المرحة كهذا الفيديو.